عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. غفر الله لمن جلس، غفر الله لكل من رأى واقفا فقال له اجلس. قبل ما أبدأ في درس اليوم، الأخ العزيز جاءني قال: أنت نسيت فلسطين من دعائك. يا أخي، فلسطين في القلب، لم ننسها أبدا، سبحان الله. أسأل الله أن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين عاجلا غير آجل إن شاء الله. إحنا أحيانا بس بيبقى إيه، يعني تأتي أشياء تقدم وأشياء تؤخر، ونحن في الغالب ندعو للمسلمين جميعا ونقول: اللهم فرج كرب المكروبين جميعا من المسلمين. وقضية فلسطين تحل بإذن الله حينما تتحد الأمة، سيجعل الله تعالى الفرج قريبا بإذن الله. ونحن نرى الآن أن حتى المعاملة اختلفت كثيرا عن ذي قبل، وكلما أتى نصر من الله الأمة الإسلامية كلها أمة واحدة، لا فرق بين أحد أبدا. هم فرقون أعداؤنا، لكن أبي الإسلام لا أبني سواه، وإن انتسبوا لفخر أو تميم. فالإسلام هو الذي يجمع الجميع، فنرجو الله أن يفرج كرب جميع أحبابنا في كل مكان. دي الأولى. نمرة اثنين، بعض الناس يقول إيه يا أخي، اوعوا تفرحوا في حد لما نقول إن المجرمين أو الظالمين سقطوا أو وقعوا. بعض الناس يأتي يقول: يعني هل هذه الشماتة يعني من الإسلام؟ واللهم لا شماتة ولا نفرح في أحد. أقول لك يا أخي، هذه مفاهيم تحتاج لإيضاح يعني قليل قبل أبدأ الدرس. الشماتة والفرح في أخيك المسلم الذي يعني هو على طاعة الله تعالى، وأخ مسلم وإنسان ملتزم، أو على الأقل حتى لو مش مسلم ولكن لا يؤذي الناس، فالذي لا يؤذي الناس لا تشمت فيه، لأنه إنسان طيب مسالم، فليس من المروءة في شيء أن تشمت فيه أو أن تفرح فيه. إنما حينما يهلك ظالم، ربنا قال لنا في القرآن إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بعدين والحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام. يبقى الحمد لله بتيجي بعد إيه؟ بعد قطع دابر الظالمين، لأن الظلم ده شيء مبشع جدا، حتى ولو كانت يعني لو كان الظالم في مكان كفر. نحن لا نرضى أن يظلم أحد ولا حتى الكافر، لأن ربنا اسمه الحق واسمه العدل سبحانه وتعالى. فأنت إذا سقط ظالم لا تفرح في ذاته ولا في شخصه، إنما تفرح لنصرة الحق، تفرح لنصرة المظلوم، تفرح لأن الله أعلى كلمة الحق. فهذا شيء شعور طيب، إن ربنا قال كده يا أخي في القرآن الكريم، قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد، ويومئذ إيه؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. فحتى ربنا سماه نصر الله، مع إن كان بين فرس وروم، وإحنا كمسلمين لا لينا في دول ولا في دول، إنما ربنا سماه نصر الله لأن نصرة الحق في أي مكان، نصرة العدل، نصرة العدالة والرحمة، انتصار الحق على الباطل، هذا شيء تسعد له صدور الجميع، فضلاً عن أن يكون يعني من إخواننا ومن أحبابنا ومن أهلينا الذين يعني كنا ندعو الله، والحمد لله الذي استجاب دعاءنا أن يدخل الله عليهم العيد وهم في سرور. ونرجو الله قريباً تلك الأنظمة الظالمة تتهاوى نظاماً تلو الآخر. كل واحد يقول: أنا لست كذا. يعني كان واحد يقول: أنا لست مثل تونس، والآخر يقول: أنا لست تونس ولا مصر. سبحان الله. الآن أحفاد المختار سينقبون عنه في دار وزنجة زنجة، وهيجبوه إن شاء الله. وإن الذي يعيش تحت الأرض هم الجرذان وليس الأبطال الذين يعيشون فوق الأرض. هو قال: أيها الجرذان وأيها الجراثيم، فإن الجرذان والجراثيم هي من يختبئون تحت أعناق الأرض. إن كنت رجلا فاخرج الآن إليهم، وإن شاء الله مخرجوك هم قريبا بإذن الله، ليكون لتكون عبرة لكل ظالم حولك،
وليضع الظالمون وينكس رؤوسهم إذعانا لله الخالق الحق تبارك وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله على نصر الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. درسنا اليوم أحبابنا، يعني دي كانت مقدمة بيسموها شرط إيه زي اللي بيقولوا أخونا مرتضى، انتردكشن، الله يهوز كما قلت، حاجة صغيرة كده تعليق خفيف كده. نبدأ درسنا إن شاء الله. شخصية اليوم إذا ذكرناها يأتي قريب إن شاء الله، إذا ذكرناها ذكرنا الصبر. أشهر شخصية صابرة عرفها التاريخ من؟ أيوب. الله يفتح عليكم. أيوة كده، أيوب عليه السلام نبي الله. سيدنا أيوب قص علينا القرآن قصته في مواطن متعددة، فعلى سبيل المثال في سورة الأنبياء قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآيات: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وعذاب. طيب، أيوب نبي من أنبياء الله، كانت فترته إمتى؟ اختلف فيها، لكن هي طبعا في الفترة بتاعة عهد بني إسرائيل، لكن هل كان قبل عيسى أو بعده؟ الناحية التاريخية ربما لا تعنينا يعني كثيرا، لا نعول عليها كثيرا، لكن نبي من أنبياء الله الكرام، ربنا سبحانه وتعالى اختصه بنعم عظيمة. أعطاه الله تعالى المال، وأعطاه الله الأولاد، وأعطاه الله الصحة والعافية، وبعد ده كله عطاه النبوة. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فجاء الناس وقالوا: وما لأيوب لا يعبد ربه وقد تقلب في النعم. ما لأيوب لا يعبد ربه وقد تقلب في النعم؟ ده ما يعبدش ربنا ليه؟ عنده كل حاجة موجودة، ولاد عنده كتير جدا، زوجة صالحة موجود، صحة موجود، مال موجود، لا شيء ينقصه في متاع الدنيا. فقال الناس كذلك، وأتى الشيطان إلى قلبه وقال: يا أيوب، أنت أعطيت فشكرت، فهل إذا بليت صبرت؟ الإيمان كم جزء يا أحبابنا؟ الإيمان ستة دول أقسام في العقيدة، لكن الإيمان الروحي قسمين، نصه شكر ونصفه صبر. سيدنا النبي قال كده: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. وبعدين بدأ البلاء ينزل بسيدنا أيوب. أول بلاء جه في المال، المال على كثرته هلك، لذلك قال أحدهم: لا تأمنن لكثرة المال، فإن الله تعالى يغير في لحظة من حال إلى حال. لما يضيع المال يحصل إيه يا سيدنا؟ الرجل قال كلام كويس، قال: إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صاحبني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. فدنيا الناس يحبون صاحب المال ويجرون وراءه، فإذا قل المال لا يبقى إلا المخلص، وقليل ما هم. لذلك قال أحدهم: ولا خير في ود امرئ متقلب إذا الريح مالك مال حيث تميل، كريم إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر فهو بخيل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. يعني حينما يحدث محنة تبين المعادن الأصيلة وتجد قليل من هؤلاء، لما تلاقي واحد بقى واقف معك في محنة وأخلص لك في شدتك، امسك في إيدك وسنانك وتحمل هفواته وذلاته واعف عن أخطائه، لأنه مخلص
وإذا وجدت مخلصا في الزمان فذاك شيء نادر. أول بلاء وقع بسيدنا أيوب ضياع إيه؟ المال. قال إيه سيدنا أيوب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. قالوا إيه بقى الناس ولسه عابد زي ما هو؟ قالوا يا عم المال ده أمره سهل، عنده أولاد كتير، فابتلي في أولاده فمات واحدا تلو الآخر. سبحان الله. قالوا بقيت له صحة فأصيب بمرض في كل شيء. لا إله إلا الله. طيب والمرض ده يستمر معاه قد إيه؟ 18 سنة. أنت عارف حضرتك دعاءه كان بيقول إيه؟ كان يقول في دعائه: اللهم إني راض بما تبتليني به، ولكن أسألك ألا تجعل البلاء يصل إلى لساني حتى أظل لك ذاكرة. أنا أريد أن أظل لك ذاكرة. وبعدين زوجته الصالحة الطيبة الورعة تتحمل معه أيضا، ما هي برضو الزوجة لها عامل كبير وهي تخفف من نوائب الدهر. فلما رأت زوجها في هذه الحال كانت تواسيه وتصبره، حتى قالت له: يا أيوب اسأل الله أن يخفف عنك. قال لها: قد مكثت صحيحا 70 عاما ومكثت مريضا 18 سنة، فأستحي 18 سنة، فأستحي أن أسأل الله الشفاء قبل أن أمكث مريضا بقدر ما مكثت صحيحا. الله أكبر. وإحنا واحد يجيله شوية زكام ولا شوية برد، لا إله إلا الله، يا رب ارفع البلد عني بقى، أنا بقالي يومين رائد كده وبعدين. لا إله إلا الله. خش واحد يزوره يقول له: وحد الله يا سيد المؤمن من صاد. يقول لك: يعني هو ما فيش مؤمن غيري؟ ما المؤمنين يا عم أجر وعافية. يقول لك: لا أنا مش عايز الأجر. لا إله إلا الله. إنما سيدنا أيوب عليه السلام لم يفقد أبدا إيمانه بالله، يقول: أمكث مريضا كما مكث صحيحا وبعدين أسأل الله الشفاء، لكن الآن لا أستطيع. فقالت له زوجته: يبدو أنك فعلت شيئا من الذنوب فعاقبك الله. قال لها إيه بقى؟ لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. أنت بتقوليني وتتهميني في ديني؟ أنا انخفيت وشفيت. طب يا عم قول إن شفاني الله حاجة تانية عشان حتى تدعي لك. هو قالها: لئن شفاني الله وإيه؟ لأضربنك 100 ضربة. وبعدين الزوجة كمان لما مرض، شوف بقى البلاء التاني، أهل قريته بعد ما كانوا بابا تقربوا ليه طردوه، قالوا: اخرج عنا، فإذا نزل بك هذا البلاء لابد إني بينك وبين الله معصية، وحتى لا تعمنا المعاصي بشؤمك اخرج عن بلدنا. طردوه. فاضطر أن يجعل لنفسه خيمة صغيرة في الصحراء بعيد. وبعدين الزوجة لقيت الزوج مريض ولا يجد طعام ولا دواء ولا شيء، وأشرف على الهلاك. قالت له: يا أيوب أستأذنك في أن أذهب إلى أي قرية أعمل عندهم أو أرى لك شيئا من الطعام تأكله، فأنت في هذه الحال لا يليق أبدا. فذهبت الزوجة الصالحة لتعمل، حتى قال بعض أهل السير والتاريخ أنها لم تجد شيئا تعمل فيه، فاضطرت أن تبيع ضفائر شعرها حتى تأتيه بشيء من الطعام. وبعدين راحت هي، مشت من هنا وفرج الله جاء. الله، والله أنا بقول لكل واحد صاحب هم: اوعى تحمل هم، لأني لك رب كريم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كم ضائقة يضيق الفتى بها زرعا وعند الله منها المخرج. شوف القرآن يحكي لنا بقى، سيدنا أيوب بقى نايم كده يسبح ويذكر في الحالة اللي احنا وصفناها دي، وينزل سيدنا جبريل عليه السلام يقول: يا أيوب قم. قال له: أقوم إزاي؟ أنا لا أستطيع. فأمسك بيده جبريل عليه السلام حتى أقام، ثم قال له: أركض برجلك. ما معنى أركض برجلك؟ يعني اضرب الأرض برجلك. طيب هل بالله واحد في هذا المرض وفي هذا الإنهاك وفي كذا يضرب الأرض برجله؟ الله أراد أن يعلمنا أن كل شيء له سبب. يعني ابذل الأسباب يا أخي. أنت عايز تنام ويجي لك وأنت مرتاح؟ حتى بعضنا كثير سبحان الله نتعلم السلبية مع أن القرآن كله إيجابية.
أنا قلت لحضراتكم قبل كده كان في دعاء كده متعلمينه من غير ما نحس، اللهم أوقع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وإحنا نايمين ومرتاحين. مش هي كده؟ وقع الظالمين في بعض بعيد عنه. فين دورك؟ يا أخي اطلع ثور على الحق، ربنا هيديلك ثور للحق. اجعل عندك ثورة في قلبك لا ترضى بالباطل، اتحرك. نايم ليه؟ بقت مصر وتونس وليبيا النجاح شغال الحمد لله، وقريب إن شاء الله سوريا واليمن والباقي جاي إن شاء الله. الله، لما تنامون لا تغفلون عن طلب نصر الله ولكن بالإيه؟ بالجور. إنما كانوا بيعلموا الناس الشعوب السلبية حتى في الأغاني، الواد ينام على ظهره يقول لك إيه؟ يا مين يجيب لي حبيبي؟ ما تقوم تدور عليه، أنت عايز حبيبك يجي لك وأنت نايم. حتى في الأغاني كانوا يعلموا الناس أن يكونوا سلبيين. يبقى ربنا لما ينزل سيدنا جبريل ويقول لسيدنا أيوب اركض برجلك حتى يعلم الناس أن يأخذ بالأسباب وإن كانت الأسباب ضعيفة يباركها الله تعالى. فلما سيدنا أيوب ضرب الأرض برجله خرجت عينان، قال له مغتسل بارد وإيه؟ وشراب. يبقى ده هيظبط لك السوفت وير وده هيظبط لك الهارد وير. يبقى مغتسل بارد للأجزاء الإيه؟ الخارجية. طيب والشراب لإيه؟ الأجزاء الداخلية. الله أكبر، سبحان الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا به يقوم معافا كأنما به من شيء. الزوجة المسكينة راحت تجيب الطعام وجت فرأت أيوب واقف جنب الخيمة، فغضت بصرها وقالت يا عبد الله يرحمك الله، كان هنا شخص مريض، هل مات؟ راح فين الرجل أنا سايباه هنا؟ قال لها انظري إليه. قالت اتق الله، قال لها انظري إليه ألا تعرفينني؟ إنني أيوب. نظرت إليه، الله أكبر، ما أكرم الله وما أحلم الله وما أعظم الله. رحمة الله إذا أتت في اليابس جعلته أخضرا، رحمة الله إذا أدركت الحديد لان، رحمة الله إذا أدركت الصخر انشق. الله أكبر، وجدت حالا غير الحال. فلما نظرت إليه سبحان الله إنه هو، بكت عيناها وسجدت لله شكرا أن الله تعالى عوضه هذا الخير. فاضل الحلفان بتاعه، مش قال لها نخفيك حديكي من ضربة؟ شوف ربنا من رحمته عشان المرأة صالحة، قال له إيه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. إيه الضغط؟ عارف حضرتك عود القمح لما يجف يقوم ياخذ القشة الطويلة بتاعت القمح دي الناشفة، ياخذ منها مية يربطهم في حزمة وبعدين إيه؟ وخذ بيدك ضغطا إيه؟ فاضرب به ولا تحنث، يعني معناها بر قسمك بهذا. ليه ربنا عمل له كل ده؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. طيب الولاد يا رب والمال، قال وآتيناه أهله وإيه كمان؟ ومثلهم معهم رحمة منا، ومش بس ليه، وذكرى لأولي الألباب. إذا أصابك هم أو غم فانظر إلى السماء واعلم أن لك ربا رحيما، ما أخذ منك إلا ليعطيك وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما ضيق عليك في الدنيا إلا أنه يحب أن يسمع صوتك تقول يا الله. فإذا لجأت إليه فهو القريب أقرب إليك من حبل الوريد. تعلمنا من سيدنا أيوب دروس كثيرة جدا، عدم الشكوى، أن الشكوى لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى. واحد مر على واحد وجده كثير الشكوى، قال يا هذا شكوت الرحيم لمن لا يرحمه. شكوت الرحيم لمين؟ لمن لا يرحمه. تعلمنا منه الصبر، تعلمنا منه الثبات، تعلمنا منه الأخذ بالأسباب، دروس كثيرة جدا. ولو كلمت حضراتكم عن الصبر اليوم هناخد وقتا طويلا، فيعني عايزين نترك مجال فاصل ليستريح الناس حتى يأتي وقت التهجد إن شاء الله. نذكركم بإذن الله إن ختمتنا
ختام القرآن هيكون بمشيئة الله تعالى في العشاء والتراويح يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. نرجو الله تعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا وأن يبلغنا. وختام القرآن ده فيه بركة كبيرة وفيه خير عظيم. أولا جهة كل ليلة 27 اللي يعني تعرف عند الناس أنها ليلة القدر والله أعلم. كذلك ختام القرآن يشهده ملائكة أبرار يؤمنون على الدعاء، فهذا يوم عيد. والحمد لله أن الليلة دي جاية يوم جمعة يعني صباح سبت إن شاء الله، ليتمكن إخواننا الأجلاء وأخواتنا الفاضلات من الحضور. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.